النهارده هيثم بيعمل ايه وبيتمرن ليه؟ انا بتمرن ليه؟ انا في يعني في نقله كبيره جدا جدا في حياتي، عمر ما كنت اتخيل في حياتي اصلا يعني من قبل الاصابه، مش وانا عندي الاصابه انا ممكن اوصل للي انا فيه دلوقتي. النهارده في معسكر عشان عبور بحر مانش ان شاء الله. ازاي بقى ابتدى ان انا اوصل ان انا ابقى من فريق كاتبه من واحد سايب لعبور بحر مانش؟ ان انا كان في بوست صاحبي كان منزله على الفيس ان هو في معسكر مع كابتن طبعا معروف من زمان اسمه خالد شلبي، بيتمرن معاه لعبور بحر المنش. فانا قلت له طب ممكن توصلني لكابتن خالد شلبي؟ فما اعترضتش خالص وتواصلت مع كابتن خالد. قلت له كابتن خالد انا بلعب كذا وسباح اصلا، فمحتاج ان انا اتواصل مع حضرتك ولو ينفع ان انا اعمل حاجه زي كده. وكان متحمس جدا ان انا كنت على كرسي متحرك، فده كانت اول حاله اصلا على كرسي متحرك في العالم ممكن يوصل لحاجه زي كده او يفكر ان هو يعمل المحاوله دي. وبكده المصري دايما ماركه مسجله امام العالم في قدرته الفائقه على القيام بالمستحيل، ومن ضمنهم السباح المصري هيثم عادل، واللي استعد ليكون خلال أيام معدودة أول سباح بيعبر بحر المنش على كرسي متحرك.